إن شاء الله هناخد مع بعض دلوقتي تدريبات على الدرسين الثالث والرابع من الوحدة الأولى من كتاب المعاصر بداية من صفحة 38، وجايب لي هنا exercises تدريبات on language على اللغويات، وأول سؤال خاص بالاختيارات choose اختر the correct answer الإجابة الصحيحة. رقم واحد في الاختيارات بيقول لي هنا نقط she got a blue pen، عايز يقول لي هنا هل لديها أو هل عندها a blue pen قلم لونه أزرق. طبعا got عايزة ايه؟ تعالوا كده نشوف. does عايزة فعل في المصدر، is عايزة verb ing، باقي عندي has have، has got او have got بمعنى هل لديها او هل عندها. طالما عندي she مفرد يبقى هنختار ايه؟ هنختار has. رقم اتنين have you نقط a watermelon grandma، انت عندك بطيخة يا جدتي، بيسألها كده يقولها انت عندك بطيخة. طب هاف بتاخد ايه؟ بتاخد جيت المصدر ولا جيت الفعل وبه اس ولا جوت ولا جيتنج؟ طبعا هاف يو جوت بمعنى هل لديك او هل عندك. رقم ثلاثة نقط اي هاف ا جلاس اوف ووتر بليز، يعني هل ممكن؟ طبعا للطلب، اما اجي اطلب حاجه فانا لطلب شيء مثلا معين ممكن ان انا اتناول كأس من الماء من فضلك، يبقى هنا في حالة الطلب بستخدم ايه؟ تعالوا نشوف كده. اول حاجة عندي have في المصدر، have عايزة تصريف ثالث، did I have ما ينفعش، ما ينفعش ان انا في الطلب استخدم did، ده بمعنى هل، و had برضو عايزة تصريف ثالث، يبقى can I have a glass of water، هل من الممكن ان انا اشرب او اتناول كأس من الماء او اطلب كأس من الماء يا جدتي او من فضلك. رقم أربعة نقط you got that game called odd one out، يعني هل لديك أو هل عندك تلك اللعبة التي تدعى أو تسمى أخرج الشيء المختلف، أنت عندك اللعبة اللي اسمها أخرج أو قم بإخراج الشيء المختلف. طيب عندي هنا got do و can و did عايزين مصدر، يبقى في عندي مين اللي تنفع have لأن الفاعل يو معها got، have you got معنى هل لديك أو هل عندك. رقم خمسة shall I not you some water، ممكن ان انا عايز يقولي انا احضر لك بعض من water بعض من الماء. طبعا عشان ان انا هنا ايه اعمل هنا حاجة اسمها مساعدة، بقدم المساعدة للشخص اللي قدامي، ممكن ان انا احضر لك بعض من الماء، يبقى هنا لتقديم المساعدة شال والفعل لازم بيجي معها الفعل فين؟ الفعل في المصدر، brought الفعل هنا في الماضي، bring المصدر هنختارها bringing verb ing brings الفعل وبه الاس، يبقى shall I bring you some water ممكن احضر لك بعض المية، بقدم مساعدة بشال والفاعل والمصدر. والسؤال رقم ستة بيقول هنا of course بالطبع you can not to my house later، يعني بالطبع ممكن انت تيجي للبيت بتاعي later يعني لاحقا. انا عندي هنا الفاعل وكان، كان لابد ان ياتي بعدها الفعل في المصدر، الفعل ساده خالص من غير اي اضافات، comes الفعل وبه اس، came في الماضي، coming فيرب مضاف للاي ان جي، اختار هنا come يعني ياتي. ممكن ان انت تيجي لوقتي او لبيتي لماي هاوس later لاحقا، يبقى هنختار هنا الفعل في المصدر ياتي come. جايب لي بعد كده صفحه 39 والسؤال رقم 7 في الاختيارات نقط وي ايت هير حسن، قال له yes that's a good idea، دي فكرة ايه؟ فكرة جيدة. تمام، يبقى هنا بيقترح عليه، بيقترح، انا بقترح في حالة الاقتراح بستخدم شال ومعها وي والمصدر، يبقى شال وي ايت. اول حاجة عندي كده نبص على الاختيارات كلها ما ينفعش الا شال، وير وار عايزين فيرب ان جي، وهاف عايزة تصريف ثالث، يبقى شال وي ايت يعني هنا بيقترح عليه ان احنا ناكل هنا، ممكن ان احنا ناكل هنا يا حسن، قال له that's a good idea دي فكرة رائعة، يبقى انا بستخدم ايه؟ شال وبعدها وي وبعدها المصدر للاقتراح. رقم 8 has he got an umbrella، طيب هو عنده شمسية؟ قال له no he ايه، طبعا اللي بسأل بي بجاوب بي، لكن السؤال بتاعي او الاجابة بتاعتي السؤال بهاز الإجابة بتاعتي بالنفي، فهذا هتبقى إيه؟ كانت، هو ما سألش بكان، وما سألش بدز، وما سألش بدز، يبقى هنا أصلا سأل بإيه؟ بهاز، يبقى هاز هي جوت أن أمبريلا، هل هو عنده شمسية؟ قال له نو هي هاز، لا هو ما عندهوش، السؤال بهل اللي بسأل بيه بجاوب بيه. رقم 9 نقط يو هيلب هيم وذ هيز هومورك، يعني عايز يقول يعني ممكن تساعده في عمل واجبه المنزلي، عندي هنا الفعل فين؟ في المصدر، هاف عايزة تصريف ثالث،
does ما ينفعش مع الفاعل you لان الفاعل عندي كده جمع. are عايزه فيرب ing يبقى كان. can you help him لطلب المساعده، بطلب منه ان هو يساعدني. ممكن ان انت تساعده، ممكن ان انت تساعده في عمل واجبه المنزلي. can you answer this question، ممكن ان انت تجاوب على السؤال ده. النو اي ايه اللي بسال بيه السؤال بهل، بجاوب بيه. اللي بسال بيه بجاوب بيه. can you answer this question، ممكن تجاوب على السؤال ده. قال له ايه؟ قال له نو اي كانت، لا انا ما اقدرش. هو ما سالش بيه الكلام ده، سال بكان، بجاوب بكان. الاجابه بالنفي بيبقى كانت. بعد كده الجزء الخاص بتصحيح الخطأ، complete the sentences، هتكمل الجمل with the correct form بالشكل الصحيح of the word أو words، الكلمة أو الكلمات in brackets اللي بين الأقواس، بيجيب لي كلمة أو أكتر من كلمة ما بين القوسين، ببدأ إن أنا أكتبها لكن بالشكل الصحيح. هنا أول حاجة بيقوله can you not the car، تقدر إن أنت تسوق السيارة. كان والفاعل، كان والفاعل رقم 3 لابد أن يأتي الفعل في إيه؟ يأتي الفعل في المصدر مع كان. يبقى كان يو نقط ذكر، ممكن أنت تسوق السيارة، هحذف الآي إن شي ورجع الفعل الأصله ورجع الفعل المصدر وهو درايف يعني يقود. ممكن إن أنت تقود سيارة، درايف يقود. رقم 2 نقط وي جو تو ذا بارك تومورو، قال نو اي ام نوت فيري كين اون ذات، عايز يقول له يعني ايه؟ بيقترح عليه، بيقترح عليه يعني ممكن ان احنا نذهب للحديقه بكره. قال له لا، اي ام نوت فيري كين اون، لا انا لست حريص على ذلك، لا انا مش مهتم ومش حريص على حاجه زي كده. يبقى للاقتراح هنا عايزين بقى صيغة الاقتراح، بنستخدم ايه في الاقتراح؟ بنستخدم شال للاقتراح. بعد كده رقم 3 can we sit next to the window، يعني ممكن ان احنا نجلس بجوار الشباك. قال نو يو ايه، يبقى بسأل بكان، بجاوب بكان. الاجابة بالنفي كان، هتبقى كان نوت. طب عايزين نختصرها هتبقى كانت، فهنا قال له no لا you can't، أنت لا تستطيع. بيكمل السؤال الرابع shall I not you to cut it، ممكن إن أنا أساعدك إن أنت تقطعها مع shall والفعل، لابد أن يأتي الفعل في المصدر، المصدر هحذف الإس ورجع الفعل الأصله، أرجع الفعل المصدره وهو help يعني يساعد. رقم 5 not your father got a computer، هل باباك عنده كمبيوتر؟ طبعا عندي هنا ايه؟ got، طب ما have ومعها got، لكن your father مفرد ومع الفعل المفرد لازم هستخدم has، يبقى has your father، هل باباك. رقم 6 بيقول هنا get you a drink، هنا طبعا بيسأله، طبعا السؤال ما ينفعش اقول I shall، لكن هقول ايه؟ shall I get you a drink، shall I، يبقى هنا شال الاول وبعدين اي، شال اي جيت يو ا درينك، ممكن ان انا احضر لك درينك يعني مشروب. رقم 7 نقط عبد الله بلاي تشيس، قال له يس هي كان، هو عبد الله يقدر ان هو يلعب تشيس، يقدر ان هو يلعب شطرنج. قال له ايوه هو يقدر. طالما جاوب لي هنا بكان يبقى السؤال اصلا كان بايه؟ للتعبير عن المقدره، السؤال عندي هيكون بكان، هل يستطيع. رقم 8 what not got in your bag، عايز يقول يعني ايه اللي بيكون معاك في الحقيبة بتاعتك. رقم 1 كلمة الاستفهام، طالما ده سؤال، بعد كده الفعل المساعد وبعد كده الفاعل، يبقى عندي هنا ايه؟ you have، هتبقى have you، لان ده ايه؟ لان ده سؤال، يبقى have you. عندي هنا طبعا بدل اي شال هتبقى شال ايه؟ شال اي، شال وبعدها الايه؟ الفاعل.